خير من جديد لكل المشاهدين. طيب، لكن بعد ما حضرنا بأول فقرة أنا وياكم اللحمة، لحمة بعد ما حطينا لها بقدونس، حطينا لها بصل، حطينا لها كزبرة خضراء، ومثل ما خبرتكم فيكم تحطوا لها توم. اللحمة مشاهدينا صارت جاهزة عنا، عملتهم بشكل بول أو كرات صغيرة، فوتهم على الفرن شويتهم، أو فيني حط قليل من زيت الزيتون بطوية قدامي، قليهم بزيت الزيتون وأحطهم بهالوعاء. لكن في عندي وعاء زاز أنا حاطط بقلبه لحمة اللي شويناها، وحاطط بقلبه بطاطا. هاي البطاطا مربعات غسلتها وتركتها بقشرتها وقليتها طبعا بالزيت. بعد ما قليتهم حطيتهم هون. شو ضل في عنا لهالوصفة؟ بعد في عنا الصلصة، رح نحضر الصلصة أنا وياكم. طيب، لكن الصلصة رح نحط الصلصة على النار، قريب كتير لصلصة البيتزا هالصلصة. هون على النار في عنا وصفة تانية، البيتزا بالباذنجان، يعني ما رح حضر عجينة، عم حضر الباذنجان. هي الباذنجان هي عبارة اليوم نحن عم نستعملها كعجينة، لكن عندي الباذنجان حطيت أنا مشاهدينا للباذنجان رشة ملح. طبعا ليش حطينا رشة ملح؟ هاي المقادير قدامنا على الشاشة، حطينا رشة ملح لطلعت مية الباذنجان. بعد ما طلعت مية الباذنجان حمينا الزيت وعم نقلي الباذنجان بهالزيتات نطرن لحتى يخلصوا. بعد ما يخلصوا باخر فكر انا وياكم رح نحضر هالوصفه. اما خلينا ننتقل لحتى نبلش بالصلصه لصينيه الداوود باشا لنقدر نفوتها على الفرن. عندي زيت زيتون بطنجره كالعاده، مثل ما خبرتكم هاي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. بحضر بصل مفروم جوانح. اوكي، لكن عنا بصل مفروم جوانح، في عندي ايضا بدي اضيف للبصل المفروم جوانح ثوم. بنحط البصلات فوق زيت الزيتون، بحضر التومات كمان مشاهدينا الثوم، بدنا نفرمه جوانح. ايضا رح احط بندوره، ورح احط بندوره مطحونه، يعني رح احط نوعين بندوره، بندوره مطحونه وبندوره طبعا شرائح. عندي البندوره المطحونه كمان جاهزه لضيفها فوق هالوصفه. طبعا داود باشا طريقه العاديه، نحن ما بنحط لها بطاطا ولا بنحط لها بندوره، بنحط لها بس بندوره مطحونه، ما بندخل لها بطاطا. انا اليوم مدخل بطاطا ومدخل شرائح البندوره وايضا بندوره مطحونه، ومدخل بتتبيله اللحمه كزبره، كزبره الخضراء بتعطي نكهه كثير طيبه. لكن عندي بطنجة على النار زيت زيتون، عندي بصل، عندي ثوم، تركهم لحتى يدبلوا. بعد ما يدبلوا رح ضيف البندوره شرائح، ورح ضيف عصير البندوره. طبعا ما رح احط طحين، كمان داود باشا اللي بنعرفها نحن بنحط لها طحين لحتى تعقد عندي الصلصه. انا ما رح احط لها طحين، رح احط لها رب البندوره، رح احط لها بندوره مطحونه. البصلات تركينهم لحتى يدبلوا، بينما دبلوا رح روح انا بلش بتحضير البندوره. الباذنجان عندي هون بلش ياخذ لون، تقريبا استوى الباذنجان، بنشيله من الزيت. رح احط الباذنجان على ورق محارم طبعا لامتصاص الزيت. لكن مشاهدينا خليني اخبركم، رح ضيف البندوره انا فوق البصل والثوم، وبعد شوي رح اخبركم بالتفصيل عن هالوصفات. اما هلا بالعوده للجريدة. شكرا شيف. بس نسيت خبري، ما حضرت الجنواز، ما لحقت. شفتوا؟ سمعتوا؟ لأن في عنا وصفة حلوة غير الجنواز. ايه، أحسن ما يتهموني بعدين أو تتهمني بعدين. بس أنت كان لازم تجي من الصبح تبكري وتحضري الجنواز. على كل حال بنرجع بنخبر المشاهدين هلا بعد شوي بعد الموجز. لا إنه يعني العادة إنه لا لازم تجيبيه بقى تعمليه كمان، كنت اشتريته وجبته بإيدي. على كل الأحوال حتى تكونوا عارفين ما حضر الجنواز، ما فيني أنا أحشي، سو حتى نكون واضحين بالموضوع من هلا. راح نتابع بعد لحظات مع ضيوفنا باستوديو، وأيضا راح يكون عنا وقفات مفصلة مع الشيف، خليكم معنا.